جناس بجد حفيد الرجالي غالي وتسمى باسم إنسان غالي جده رفيع الشان ومربى لجالي جناس بجد حفيد الرجالي غالي وتسمى باسم إنسان غالي جده رفيع الشان ومربى لجالي جيته فرحت أنا فوق الخيالي فرحة عمر والله تسوى ملايين فقط وحصرية وزينة الدنيا ونور الليالي نورها علينا هل ويا من الدين مثل العسل خلى العمر كل حالي وحلى وأجمل وأغلى ما تشوفه العين قرة عيون أهله وكل الغوالي أو بجيته يفرح جميع المحبين هرع الكرم والطيب عساس بجده مثل يصير امين وختامها يا الله ترحم شايبين وتحفظ ولد مفيد على ايام سنين لكل جديد وحصري في عالم الزفات والشيلات والقصائد الشعرية.